قد عرض طبعا مشروع قرار للمصادقة عليه، وكان هذا طبعا مشروع يمثل وجهة نظر طبعا دول عدم الامتياز، وكان بهذا المشروع طلب فيه أن يكون هناك طبعا البدء بمفاوضات رعاية معاهدات دولية شاملة بهدف طبعا حظر صناعة وإنتاج وتطوير وتخزين حتى واستخدام الأسلحة النووية وتمهيد طبعا الأرضية لتدميرها بشكل كامل في المنطقة. كذلك دعا أيضا إلى دعوة لعقد مؤتمر دولي في 2018 في مجال نزع الأسلحة النووية. نعم. كل ذلك طبعا يدخل في سياق أن إيران بدأت يعني في من هذه طبعا هذا الاجتماع تهيئ الأرضية لمفاوضات دخلت طبعا مع الولايات المتحدة وقبلت أن تعطي للمجموعة الدولية 5+1 في هذا الاتفاق أنها طبعا ستحد من إنتاجها للتخصيب اليورانيوم، وحتى طبعا وضع الرقابة على المفاعل أرال الذي يتعلق بالماء الثقيل. كل ذلك طبعا يبين أن إيران مستعدة للتخلي عن وتبدي طبعا حسن نية في هذا المجال، لكن بنفس الوقت هيئت الأرضية للدخول طبعا حتى إسرائيل في هذا الموضوع، لأن أصبح في المنطقة هناك ضرورة لجعل المنطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل. لماذا؟ لأن موضوع أسلحة الدمار الشامل يتعلق طبعا في طبيعة السياسات التي بدأت تظهر على الواقع. الأسلحة الدمار الشامل بشكل عام تتعلق في طبيعة الحروب. الحروب مع الدول العربية أصبحت الآن أخذت منحى آخر، وهو أن طبيعة العداء لم تعد كما سابق. كيف ذلك؟ نحن نعرف أن الدول العربية بشكل عام وبكل حروبها مع إسرائيل في مجال الحروب التقليدية خسرت بشكل أو بآخر مع إسرائيل في هذه الحروب. فهذا دفع طبعا بعض الدول العربية إلى الدخول في السباق للحصول على أسلحة دمار شامل كما حدث في سوريا، ووجدنا أن سوريا كمية هائلة من الأسلحة الكيماوية. والمشروع طبعا الذي كان بدأ فيه في بداية الثمانينات طبعا في العراق في بناء طبعا ترسانة أسلحة، وربما كان هناك في مجال طبعا الدخول في المجال التصنيع النووي، وربما البحث في مستقبل العراق للوصول بشكل آخر. عفوا دكتور حسين للمقاطعة، عفوا للمقاطعة، ولكن هنا أن يصدر هذا التصريح من مسؤول سابق رئيس الكنيست السابق، يعني هل تعتقد أنه يعني أعطي له الضوء الأخضر لكي يجي بهذا التصريح ليمهد الطريق لشيء ما، أم أنه كما قيل بعض كما قال عنه بعض المحللين أنه حين صار مواطنا عاديا بعيدا عن موقع المسؤولية تحلل من كل مخاوفه وأظهر كل ما يتخوف منه على السطح في شكل سواء هذا التصريح أو الكتاب المهم الذي أصدره منذ فترة يتعلق حتى عنوانه حتى ننتصر على هتلر، والذي يتحدث فيه عن كل مخاوفه بشأن الشخصية اليهودية والسياسة الإسرائيلية. بالنسبة لإسرائيل دائما عندما تطلع تصريحات من هذا النوع تعطي لأفراد كانوا في الحكومة وخرجوا من الحكومة حتى يكون التصريح أي يعني وزن رسمي. ولذلك هذا التصريح لجس النبض ودراسة ما هي التفاعلات الدولية والإقليمية في هذه التصاريح. المهم الآن أن هناك محاولة لتقارب إسرائيل مع دول الخليج هذا من خلال حكومة نتنياهو طبعا، اللي تحاول أن تبين أن هناك خطر من الاتفاق الذي حدث مع إيران، وربما إيران في مرحلة قادمة ستحصل على السلاح النووي إلى آخره. لكن بنفس الوقت هناك اتجاه داخل إسرائيل يقول أنه على من مصلحة إسرائيل أن يكون هناك عملية نزع للسلاح في المنطقة، وبالذات الآن عملية التقارب الذي يحدث الآن من إيران مع دول الخليج بنفس الوقت طبعا يهيئ المنطقة لمرحلة جديدة من العلاقات الدولية. يجب أن يكون هناك الآن في هذه المرحلة باعتبار أن الخطر أصبح لم يعد خطر من مجرد هذه الدول وهذه المشاريع طبعا عملية التزعم في المنطقة، وإنما الخطر أصبح من الإرهاب والتطرف والذي تمثله طبعا القاعدة في المنطقة. وضحت منظومة الدول. نعم عفوا للمقاطعة ولكن وقت انتهى. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسان فرج أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية، كنت معنا على الهاتف من باريس. طبعا فقدت
جنوب افريقيا وفقد العالم كله زعيم كبير نيلسون مانديلا. توفي نيلسون مانديلا عن عمر يناهز 95 عاما. مصر اعلنت حاله الحداد لمده 3 ايام على وفاه هذا الزعيم التاريخي الذي ارتبط تاريخيا حتى بمصر منذ جمال عبد الناصر، وهو من الاباء الافارقه والمؤسسين للنضال والكفاح الافريقي من اجل الحريه والاستقلال. سيظل ابد الدهر مصدر الهام للشعوب ونموذجا يحتذى للتضحيه والفداء في سبيل القيم الانسانيه والحريه. يعني ما نراه الان على الشاشه هو جانب من يعني التجمعات ومراسم التأبين للزعيم الراحل نيلسون مانديلا. ونروي ان جنازه وطنيه سوف تقام لنيلسون مانديلا يوم 15 ديسمبر المقبل بمشاركه طبعا العديد من زعماء العالم على راسهم باراك اوباما هيحضر الجنازه، وايضا الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند يحضر ايضا. حقيقه في كل بلاد العالم في حتى تجمعات عند سفارة جنوب أفريقيا للتعبير عن الحزن الشديد لوفاة هذا الزعيم التاريخي الكبير نيلسون مانديلا أو ماديبا. ننهي فقرة الأخبار بخبر رياضي. طبعا أكيد كلكم تابعتوه النهاردة، هي كرة كأس العالم 2012. كأس العالم هيبدأ يوم 12 يونيو، هيستمر لمدة شهر في ساو باولو البرازيلية. هتبدأ البطولة أو كأس العالم هيبدأ بمباراة افتتاحية بين البرازيل وكرواتيا في 4 مجموعات اولا، وبعدين في هم 3 مجموعات اجمالا. المجموعات الاربعه الاولى فيها البرازيل كرواتيا المكسيك والكاميرون، المجموعه الاولى. الثانيه اسبانيا حاملات اللقب طبعا، فيها هولندا وتشيلي واستراليا. المجموعه الثالثه كولومبيا واليونان وكوت ديفوار واليابان. المجموعه الرابعه ودي من المجموعات الصعبه لان فيها 3 دول حاصله على كاس العالم قبل كده، اوروغواي كوستاريكا وانجلترا وايطاليا. المجموعه الخامسه سويسرا والاكوادور وفرنسا وأنجراس. المجموعة السادسة الأرجنتين والبوسنة وإيران ونيجيريا. السابعة ألمانيا والبرتغال وغانا اللي طلعتنا من تصفية كأس العالم والولايات المتحدة. والثامنة هي بلجيكا والجزائر الممثل الوحيد العرب في هذه البطولة في المونديال، وروسيا وكوريا الجنوبية. طبعا القرعة النهاردة كان حفل تاريخي، حفل جميل في البرازيل، استمر حوالي 80 دقيقة. ولكن طبعا وفاة نيلسون مانديلا يعني أخذ جزء كبير من هذا الاحتفال، لانه قاموا بتأبين نيلسون مانديلا في الاحتفال. حاله حداد عام طبعا في العالم كله، في كل المنتديات والاحتفال، اي مؤتمرات قائمه النهارده، في حتى القمه الفرنسيه الافريقيه في فرنسا، كل الناس حزينه على وفاه نيلسون مانديلا. كانت كل الاخبار عندنا النهارده. يبقى بس خبر وحيد ان احنا لازم نهني الاردن على حصولها او فوزها بمقعد عضويه غير دائمه في مجلس الامن باغلبيه 178 صوت من اجمالي 193 صوت. احنا عارفين ان السعوديه اعتذرت عن هذا المقعد منذ فتره، والاردن هي من ترشحت لهذا المقعد. الف مبروك للاردن، المفروض ان هي تتولى رئاسه مجلس الامن الدولي من حيث الترتيب الأبجدي يعني للدول. فإن شاء الله كل التوفيق للأردن في دورها الجديد.
دي هتكون الاخبار عندنا النهارده. شكرا للمتابعه. خلال يعني بعد فاصل قصير نلتقي مره اخرى لمناقشه اولى حواراتنا اليوم زي ما قلنا في الاول عن قرار حزب النور بالمشاركه بنعم في الاستفتاء على الدستور. ما تاثير هذا القرار على شعبيه الحزب وعلى تحالفاته السابقه وعلى يعني موقف الاحزاب ما يطلق عليها احزاب الاسلام السياسي من حزب النور بعد قليل. نمهد لعصر جديد والحفاظ على مصالح الشعب بكل فئاته هدفه وغايته. الدستور في الأساس هو وفاق وطني. لابد أن دستور مصر الحديث يرعى حقوق الإنسان المصري وأن تكون مصر فوق الجميع، فوق الأحزاب وفوق الأفراد وفوق المصالح الشخصية. لابد من المشاركة في التصويت على الدستور. لشعب مصر العظيم لابد أن نرتقي جميعا ونعمل من أجل مصر ونعمل من أجل مصر. الدستور دلوقت مسودة في ايدك، حاولنا يكون فيه اللي بتحلم بيه وكل شيء بتفكر فيه. النهاردة جه دورك، اقرأ المسودة، شيل منها، ضيف ليها، غير، لان مصر حقيقي بتتغير. راجع دستورك، فرصة مش كل يوم هتجيلك. الدستور يضمن لك حقك، شارك، خد حقك. وسهلا بكم مشاهدينا، برحب بكم مرة أخرى ورحب في الاستوديو بضيفي الكريم الدكتور مبارك أحمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. وطبعا أرحب كمان بزميلي العزيز تامر حنفي بعد نضال في الطرق المصرية وصل أخيرا إلى محطة الوصول بسلام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا هلام. وأهلا سعد. لا اهلا بك يا هلام واهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. احنا كان من المفترض في هذه الفقره اللي احنا هنناقش فيها مع حضراتكم التطور اللي البعض رصده نوع من التطور هي مشاركه حزب النور او موافقته على المشاركه في الاستفتاء، والاهم من ده دعوته لانه من يشارك او من يؤمن بفكر حزب النور عليه ان يصوت بنعم على الدستور الجديد. كان من المفترض ان يكون معنا مع الدكتور مبارك احمد استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره السيد شريف طه المتحدث باسم حزب النور. لسبب طارئ ومفاجئ قفل تليفونه وما ردش علينا. كنا بتمنى انه يكون موجود معنا بس احنا ما نعرفش هو ليه ما قالناش ان هو مش جاي، وهو ترك هذا الفراغ لكل الاسئله، فبالتبعية هو ليس له هذا الحق في ان يعترض على ما يقال في هذه الحلقه، على الاقل انه هذه الحلقه هي بتدور في الاساس على موقف حزب النور وهو المتحدث باسم هذا الحزب. ليه الحزب في هذا التوقيت اتخذ هذا القرار؟ الاهم من ده انه على الرغم من اتخاذه هذا القرار ودعوته لبعض من المواطنين ممن يؤمنوا بفكر هذا الحزب لحل ثاني في انتخابات البرلمانيه السابقه، ايه اللي خلاه يغير وجهه نظره وخاصه انه كان بيبدي من وقت الى اخر بعض الاعتراضات على بعض من بنود الدستور الجديد؟ هل هذه الاسباب اللي ابدى من خلالها هذا الاعتراض زالت ولا حصل نوع من الموائمات؟ كل الاسئله دي كنا نتمنى ان احنا نسالها للسيد